بنصبحكم بالخير مرة جديدة. دنيا دنيا مكمل معكم. وصلنا لفقرة طب خاصة طبعا لأحبائنا الأطفال. رح نحكي عن الحروق اللي دارجة جدا بين الأطفال وخصوصا عن طريق المي الساخنة. شو الإسعافات الأولية وشو الطريقة لنتصرف بطريقة صحيحة مع الأطفال وحروقهم؟ رح نعرف من الدكتور نضال إسعافان طبيب الأطفال. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. كثير بنعرف الأطفال بتعرضوا لحروق، ويمكن الأكثر يعني الشائع أكثر بين الناس هي الحروق المي الساخنة، صح؟ نعم أكيد. أوكي. الحروق هي من أكثر يعني من الأشياء الشائعة وبتصيب الأطفال نتيجة حوادث غير مقصودة. أكثر الأطفال بنصابوا بالحروق ما دون الأربع سنوات، وأكثرها زي ما حكينا هي الإصابة بالحرق بالماء الساخن، وإن كان في حروق ثانية ممكن تحدث نتيجة ملامسة أجسام صلبة ساخنة مثل صبات الغاز أو مكواية أو غيرها. في حروق تنتج أحيانا من الحرق في اللهب نتيجة الاحتراق في المنزل الممكن الصاحب أيضا اختناق من الغازات. في حروق تحدث نتيجة الصدمات الكهربائية، ممكن نتيجة انسكاب ماء أو مواد كيماوية على الجلد أدر الحروق، أو الحروق بالبرق أحيانا ممكن. كل هاي يعني أشياء ممكن يعني هاي تقريبا مسببات الحروق. نعم بالضبط. وبالتالي بينتج عنها الحرق لكن بدرجات. بالضبط. والحروق سيئة للأطفال لأنها بتؤدي إلى آلام شديدة للأهل وللطفل، بتؤدي إلى إدخال مستشفيات أحيانا، تشوهات في الجلد أو إعاقات وإصابات يعني بليغة أحيانا بتكون، أحيانا بتؤدي إلى الوفاة. صحيح. يمكن أهم يعني أهم لحظة هو بعد الحرق، كيف الأهل بتصرفوا، شو الإسعافات الأولية، قديه لازم سرعة البديهة عند الأب والأم، قديه عنده معلومات فيما يتعلق بالحروق. نعم أكيد أكيد. هي الدقيقة الأولى أهم شيء في الحرق. يعني يعني أهم شيء عند الحرق إبعاد الطفل عن مصدر الحرق إذا كان في لهب أو إذا كان في تيار كهربائي أو إذا كان في مصدر حريق أو شيء إبعاده. إذا كان انسكاب ماء ساخن أول شيء لازم يعمله الأهل هو تبريد المنطقة مباشرة، يعني غسلها بالماء البارد ومش الثلج. غسلها يعني على طول نحط عليه ماء بارد مباشرة. أهم شيء أول خطوة نعملها نحط ماء بارد مش ثلج. مش ثلج لا. الهدف من الماء البارد إنه أول شيء ببرد مكان الحرق، لأنه لما الجلد بسخن وبيبلش الحرق بيستمر لدقائق حتى بعد انسكاب الماء الساخن، لأن الجلد سخن والضرر والتلف الأنسجة بيستمر. فإذا أول شيء عملنا أنه بردنا الجلد بالماء أوقفنا استمرارية الضرر وتلف الأنسجة. غير هيك أنه الماء ببرد بخفف الألم على الطفل وبيغسل منطقة الحرق عشان ما تتلوث بالبكتيريا والجراثيم والأوساخ الموجودة في الجلد أو المحيطة فيه. إذا كان الملابس مش ملتصقة بمكان الحرق منزيلها مباشرة أثناء تغسيل العضو المحروق. بعدها إذا في أي حلي أو مجوهرات أو مثلا بالإيد خواتم أو أساور منزيلها مباشرة، لأنه رح يتورم مكان الحرق فممكن أنه ينحصر الجلد ويزيد الضرر. إذا كان عند الرقبة مثلا في عقد أو في سنسال أو شيء منزيله مباشرة لنفس السبب. هسا بعد ما بردنا المنطقة هذه يجب إعطاء مسكن ألم مباشرة للطفل، وأفضل شيء هو مادة الآيبوبروفين على شكل شراب، أو إذا في تحاميل للطفل بتقبل مثل مادة الديكلوفيناك صوديوم زي الديكلوجيزيك والفولترين أو الفاتريكس وغيرها. وممكن نستخدم مواد الباراسيتامول، لكن الآيبوبروفين أو الديكلوفيناك هو الأفضل كمسكن الألم. بعد ما نسكن الألم مكان الحرق يجب تغطايته بواسطة شاش معقم أو نظيف إذا ما نوجد معقم. هلأ دكتور عفوا عم نحكي هاي التدابير في هذا كإسعاف أولي. كإسعاف أولي لحروق درجة إيش الدرجة؟ صراحة بغض النظر عن الدرجة وبغض النظر عن المسبب الحرق. أي حرق بهاي نفس الطريقة بنحط شاش، بنغطيها بشاش يفضل يكون رطب وليس جاف. إذا في شاش خاص للحروق، ولازم في كل بيت يكون في شاش خاص للحروق. إذا ما في شاش مرطب بالماء بنحطه مكان الحرق، وحكينا أعطينا مسكن ألم. وبهاي المرحلة بدنا نقدر أنه هل الطفل بحاجة إلى أنه نزور مستشفى أو نزور طبيب أو نكمل علاج في البيت، بيعتمد على درجة الحرق. طب أمتى منقرر؟
بيعتمد على درجة الحرق. خلينا نحكي أنه الحروق في عنا أربع درجات بس باختصار نتحدث عنهم قبل ما نكمل. في عنا الحرق الدرجة الأولى بيكون على شكل إحمرار في الجلد. هي الجلد في طبقتين، طبقة البشرة سطحية وطبقة الأدمة الداخلية بتكون سميكة شوي وبتحتوي على خلايا عرقية وعلى خلايا اللي بتنبت الشعر. إذا كان الحرق بس في الطبقة السطحية اللي هي البشرة بيكون إحمرار فقط، ضغطنا عليها بصير أبيض، بيكون في ألم بسيط، ما بيكون في فقاعات. وفي هاي المرحلة فقاعات بتكون درجة تانية، فقاعات درجة تانية أو أكثر. وما بيكون فهاي الحرق الدرجة الأولى مثل الذي التعرض لأشعة الشمس، حرق درجة أولى إحمرار. أو انسكاب ماء ساخن بسيط. هاي الحالة بدها بس مجرد أنه ترطيب مرطبات في الجلد، نستخدم يعني بعد ما يبرد الحرق نستخدم كريمات مرطبة. ويفضل دائما الكريمات المرطبة اللي بتحتوي على شمع العسل مع مادة البيتا ساتستيرول وزيت السمسم، اللي هي المستحضرات التجارية مثل ميبو أو ري نيبو أو إيفوميب أو غيرها، يعني مستحضرات ثانية. هذه أفضل شيء للحروق. لو رطبناها مرة أو مرتين في اليوم ما في داعي لمضاد حيوي، وما في داعي نزور طبيب لإلها أو نزور مستشفى، وما في داعي يكون إنه نعطي عم نراقب إذا عم بخف الحرق. بالضبط، وهذا بطيب خلال 3 أو 4 أيام، عادة أقل من أسبوع بكون يعني شافي. أما حروق الدرجة الثانية فهي إذا وصلت لطبقة الأدمة، فهي الحروق بكون في فقاعات وبتكون مؤلمة كتير جدا، وإذا كان سطحي بتكونش ندب، بس إذا عميق في الأدمة لا بيكون ندب. أحيانا تحتاج زراعة جلد، تحتاج غيارات، هذه يجب مراجعة الطبيب لازم. فيها نعم. لكن بنفس الإسعاف الأول السابق. أما الدرجة الثالثة بكون جميع طبقة الجلد احترقت وما في ألم بكون في هاي المرحلة، لأنه الأعصاب الحسية كلها احترقت وتكون جاف في البشرة ولونها بيميل إلى البني أو السواد أحيانا. أيضا هاي بحاجة إلى مراجعة الطبيب للعلاج أو للمستشفى. طب دكتور من خبرتك شو في أخطاء علاجية؟ يعني نسمع عن الملح، نسمع عن معجون الأسنان، الثلج مثلا مش شرط بشكل مباشر ممكن نحطه بكيس، هل هاي تعتبر طرق صحيحة ولا تحتاج إلى تصحيح؟ لا يعني إحنا أول شيء إنه مجرد مسار الحرق حكينا أهم شيء الغسل بالماء البارد أول خطوة. إذا ما عملنا هذا يعتبر خطأ. في ناس بحطوا الثلج. الثلج بيعمل على تقلص الأوعية الدموية وبالتالي بيزيد من التلف الأنسجة. حتى لو عن طريق كيس مش مباشر، حتى لو عن طريق كيس إلا إذا كان بدنا نبرد الجرح، هو أفضل شيء بالماء. بس إذا بدنا نبرد الجرح ممكن للأطفال نستخدم مثلا مش الثلج، الثلج ممكن نلفه ببشكير مثلا أو منشفة ونحطه مش مباشر، يكون يعني درجة أقل شوي. ممكن نستخدم اللصقات اللي مستخدمة لخافضات الحرارة زي الكودومو، هي أصلا لتخفيض الحرارة فاشلة ما بتنجح، لكن إذا استخدمت مكان الحرق بترطب الحرق وبتعطي برودة. ممكن نستخدم الأكياس الخضار المفرغة نحط تحتها أيضا قطعة قماش ونضعها، لأنه هاي بتكون أقل برودة بالعادة. فالاستخدام الثلج خاطئ يعني، لكن الماء البارد هو الأفضل. في ناس بيستخدموا مراهم مباشرة على الحرق، الفازلين أو الزيت. خطأ ليش؟ لأنه الزيت والفازلين بيحبس الحرارة في الجلد وبالتالي الحرق استمرارية التلف يعني بتزيد أكثر. والأفضل أنه ما نستخدم هاي الكريمات المرطبة أو الفازلين أو الزيت إلا بعد ما يبرد الحرق ويخف الألم عن الطفل. في ناس بيستخدموا الكحول زي ما تحكيت، الكحول بتلف الجلد أو المعقمات الثانية زي اليود أو المايكروكروم، كل هذا بيزيد تلف. معجون الأسنان، معجون الأسنان لا برضه أيضا تصرف خاطئ، لأنه بيحتوي على مادة المنتول. المنتول صحيح بتبرد، لكن المنتول بحد ذاته بيزيد تلف الأنسجة كمان وبيزيد الألم. والملح، الملح طبعا حارق وبتلف الأنسجة بزيادة كمان. والحرق أصلا لما بصير ينزد سوائل وفي أملاح، فلما نحط الملح بصير إما أن الجسم بيمتص ملح زائد من الحرق أو أن الملح بيمتص سوائل من الجسم، وهذا أيضا بيسوي مضاعفات. يمكن كمان من المشاكل اللي بيواجهها الأهل الحكة، يعني الطفل مش كتير بقدر يتحكم بحاله، إذا حس أنه لازم يحك بحك، والحكة بتعمل يمكن ندب أكتر ومشاكل للحرق. الحكة يعني مشكلة هي يعني صعبة للأطفال بالذات، خاصة مش هي بالبداية الحرق، بتكون عادة في مراحل الشفاء يعني بعد عدة أيام من الحرق. الحكة سببها أنه الأنسجة لما تبلش تنمو تتداخل في بعضها والأعصاب الحسية تتداخل في بعضها، ممكن تؤدي إلى أنه تأخر شفاء الحرق أو التهابات أو نزف دم. صراحة الحكة علاجها أنه دائما بننظف مكان الحرق، من نستخدم كريمات مرطبة،
منقص أظافر الطفل عشان ما يحك يخدش حاله. صح. الطفل يلبس ملابس قطنية خفيفة اللي تغطي مكان الحرق عشان ما يضل يشوفها. مشان أبدأ. ممكن نلبس المشدات اللي تضغط قليلا على الحرق. هاي بتفيد بالحكي وبتفيد أيضا في منع تكون الندب. يعني لو حطينا شاش طول الوقت ولا لازم نكشف الحرق؟ والله شوفي كشف الحرق بنشفه. وكثير ناس عندهم اعتقاد انه الحرق خليه ينشف بطيب اسرع. هو لا، التغطية افضل لتجنب الحكة، تجنب ادخال الجراثيم وتوفير رطوبة للحرق بحيث انه طيب اسرع. كم يوم يعني؟ لكن اللي هي الشاش بيعتمد على شدة الحرق ودرجته. مثلا احنا بنعمل غيار للحرق نستخدم مثلا مرهم مضاد حيوي اذا كان طبعا الدرجة الثانية او اكثر، او نستخدم كريم مثلا زي الميبو او غيره، بنحط شاش عليه، ممكن نخليها يوم او يومين او ثلاثة عند الغيار، بيعتمد هل الشاش تغرقت في الافرازات اللي بتطلع منه او لا. ممكن احنا بس انه نكشف على الشاشه، نرفعها رفعه صغيره هيك. صح. نشوف هل في علامات التهاب ولا لا. ما في التهاب ممكن اخليها يومين او ثلاث. فبيعتمد على المكان، لكن تكرار الغيارات يعني مرتين في اليوم لا، ممكن تسبب مشاكل. فهي ممكن مره يوميا او مرتين او مره كل يومين او كل ثلاث ايام مره، بيعتمد على درجه الحرق. هلا عشان نحاول نتجنب الحكه بنغطيه بشاش او بنخلي الطفل يلبس ملابس خفيفه؟ ملابس خفيفه بالضبط. ممكن ايضا نخلي الطفل يتجنب يتعرق او يتجنب الحر، لان الحر والتعرق بيزيد الحكه. ممكن نستخدم اللورفين او ماده دايفنهيدرامين. زي ماده اللورفين معروفه عند الناس انه هي مضاد للهستامين، لكن بيسبب نعاس وبيخفف الحكه. ايضا ممكن تريح وتخفف. صحيح. منها. طب نصيحة أخيرة منك دكتور لنحاول نتجنب الحروق وأيضا الندب، يعني ما بعد الحروق والتشوهات. أوكي. إحنا الندب بيعتمد على مضاعفات والعناية بالحرق. إذا قدمنا رعاية جيدة للحرق عادة الندب ممكن نتجنبها. إذا كان والوقاية زي ما حكينا خير من العلاج. أكثر الحوادث بتصير نتيجة أن الأم مثلا تحمل مي ساخن وتنقلها من مكان لمكان، بدنا ننتبه موجود أطفال حوالينا. إذا الأم في المطبخ عم تطبخ جنب الغاز، الطفل ما يكون بيلعب حواليها وجنبها، يكون بعيد. أكيد. الطفل عند الاستحمام ما نتركه يستحم لوحده لأنه ممكن يفتح المي الساخن ويحرق نفسه. ما نسخن مياه على الصوبات أو المواقد. الجيازر الغاز أو سخانات الماء ما نضبطها على درجات حرارة عالية مثلا 60 أو 80، لا نضبطها على 40 أو 45 أفضل، بحيث لو الطفل فتحها يعني الحنفية ما يحترق. تجنب حدوث يعني الحروق في البيت بالتأكد من وصلات الكهرباء والأسلاك ما تكون معرة، يعني المراقبة الدورية لظروف المنزل. وبالنهاية منع الالتهاب في حالات الحروق. يعني إنه يكون الحرق نظيف، الرعاية جيدة، لأنه الالتهابات اللي بتصيب مكان الحرق هي أكثر المضاعفات اللي بتحدث. ممكن تؤدي إلى مشاكل وندب لاحقا، ما نخليها تلتهب. نعم. إذن مي باردة والكريمات اللي تحتوي على مضاد حيوي والشاش هي الإسعافات الأولية. نعم. البديهية المفروض نكون عارفينها. شكرا لك دكتور ندب. لا، شكرا لحضورك. كملين معكم بعد الفاصل. أنا وديالا رح نحكي لكم عن أهم الأحداث والمواليد.